مساء الخير مشاهدينا الكرام، مباشرة معكم مشاهدي شوف تي في، مباشرة من شارع لالا الياقوت. واحد سيارة رباعية الدفع، يعني لقاو فيها شي حاجة ممنوعة، وتم القبض على أصحاب السيارة وما أربعة أشخاص. وفضل لحظات غيتم نقل السيارة إلى المستودع البلدي لحظة وصول سيارة الجرح. كات امامكم، يعني القوا فيها شي حاجه ممنوعه وخطيره. فضل لحظات غيتم نقل السياره الى المستودع البلدي وصول سياره الجرح. غادي نديرو مباشر اخر ان شاء الله الياقوت، وشنو لقاو في هاد السيارة بالضبط. غادي نحاولو نجمعو المعلومات الكافية على هاد السيارة. مشاهدينا الكرام، مباشرة معكم من شارع لالا الياقوت. حجز سيارة من نوع كات كات فيها شي حاجة يعني ممنوعة، وتم القبض على أربعة أشخاص. وفضل لحظات غيتم نقل سيارة أجر، تم نقل عفوا السيارة وصول شاحنة أجر من أجل نقل السيارة المشبوهة إلى مستودع البلد يعني فوريال. خويا مشاهدينا الكرام، سيارة فارهة، يعني سيارة يعني طراز رفيع، فيها شي حاجة في الكوفر. فضل لحظات وصول الدائرة الأمنية. وصول شاحنة خاصة لكي تكلف برفع هذه السيارات كات كات. إنني
غادي ان شاء الله نعطيكم التفاصيل الكامله شنو لقاو في السياره بعد قليل، باش نجمعوا المعلومات الصحيحه والمعلومات الموثوقه. سيف الدين خويا لقاو فيها شي حاجه ماشي هي هذيك، راه اعتقلوا اصحاب السياره ودابا يديو المستودع للبلد يعني فوريال. هاد اللحظات كيتم نقل السياره. مشاهدينا الكرام، إلى هنا ينتهي هذا البث وإلى اللقاء.